أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. أيتها الأخوات الكريمات والإخوة الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورد في الذكر الحكيم بعد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم. نواصل على بركة الله التأمل في هذه السورة المباركة، سورة العصر العظيمة. مر معنا في الحصة الأولى في فهم القسم الذي بدأت به هذه السورة المباركة والعصر، وقلنا أن هذا القسم يشير إلى أهمية وعظمة مرحلة زمنية خاصة ومعينة، وهذه المرحلة الزمنية سميت بالعصر. لماذا؟ لأنها عصارة وخلاصة سلسلة النبوات في التاريخ من لدن آدم عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام، مرورا بأولي العزم وصولا إلى النبي الخاتم صلوات الله وسلامه عليه. كل هذه السلسلة هي ممهدة لتلك العصارة، لزبدة النبوات، لمرحلة نبوة النبي الأعظم صلوات الله وسلامه عليه. ونبوة النبي الأعظم أهميتها، قيمتها، آثارها، ظهور فضلها وفضائلها سيتأتى عندما يظهر الله دين النبي محمد على الدين كله، وهي مرحلة ظهور المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. في مرحلة ظهور المهدي ستظهر جميع حقائق الدين، ستتجلى جميع أسرار الإيمان، وسيظهر للعيان نور النبي محمد صلى الله عليه وآله، وبالتالي فستكون مرحلة المهدي، دولة المهدي، هي الملاك وهي الأصل وهي العصر الذي أقسم الله به في بدء هذه السورة. وعليه سيكون عصر المهدي، ستكون دولة المهدي، سيكون ظهور المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف هو النافذة التي ننظر منها ونطل من خلالها على مفردات ومفاهيم سورة العصر الكريمة. الآية الثانية في هذه السورة: إن الإنسان لفي خسر. تشير هذه الآية إلى الخسران الذي يواجه الإنسان. الخسر والخسران والخسارة هو مصطلح عادة ما يستعمل في قبال الربح، نقول ربح وخسر. والربح والخسارة مصطلحان متقابلان، عادة ما يكون موضوعهما هو ماذا؟ التجارة التي يدخلها الإنسان. التجارة إما يربح فيها الإنسان أو يخسر فيها الإنسان، فالربح والخسارة موضوعهما التجارة. ما هو أو ما هي علامة الربح في التجارة وما هي علامة الخسارة في التجارة؟ نقول فلان ربح في تجارته، ماذا يعني؟ يعني أن لفلان أساس عندما وظفه وعندما قدمه للتجارة نما ذلك الأساس، أضيف إلى ذلك الأساس. ذلك الأساس هو ماذا؟ هو رأس المال. التاجر عندما يضع رأس مال في التجارة وينمو رأس المال، ذلك النمو نسميه الربح، بمعنى الرابح في التجارة هو الذي ينمي رأس المال.
في قبالي الخاسر في التجارة. من هو الخاسر في التجارة؟ الخاسر في التجارة، وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الخاسر في التجارة هو ذلك الذي يضيع رأس ماله، ذلك الذي يضيع من رأس المال. طيب، إذن إن الإنسان لفي خسر. الخسران هنا ماذا يعني؟ بناء على الدلالة والسياق الذي يستعمل فيه لفظ الخسارة في قبال الربح في خصوص رأس المال، أن الإنسان عندما يضيع رأس ماله، عندما يفرط في رأس ماله، عندما يكون عمله مؤديا إلى نقص في رأس ماله، فهذا إنسان ماذا؟ من الخاسرين، فهو خاسر. إن الإنسان لفي خسر يعني إنسان يضيع رأس. ما هو رأس مال الإنسان في هذه الدنيا؟ رأس مال الإنسان في هذه الدنيا هو ماذا؟ هو العمر، هو الزمن. يعني كل يوم يمر على الإنسان والإنسان لم يضف لرأس ماله، بل الإنسان عاجز عن الإضافة إلى رأس ماله. العمر، الزمن، يوما بعد آخر سينقص بالضرورة. كلما يتقدم الإنسان خطوة، كلما يتقدم الإنسان خطوة نحو أجله. كل كما ورد في كلمات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه، كل نفس يعبر عن ماذا؟ يعبر عن خطى المرء لقبره. يعني كل ما يتنفس الإنسان نفس، ذلك النفس ليس إلا خطوة نحو القبر. كلما يدق قلب الإنسان دقة، ليست تلك الدقة إلا ماذا؟ إلا خطوة نحو أجل الإنسان. إذن فرأس مال الإنسان هو هذا العمر، رأس مال الإنسان هو هذا الزمن. طيب، فإذا كان هذا الإنسان مضيعا لرأس المال، ففي منطق التجارة، في أجواء التجارة، هذا إنسان يعتبر إنسانا خاسرا. إن الإنسان لفي خسر، خاصة إذا يعلم الإنسان أن الدنيا كما ورد في كلمات الإمام الصادق سلام الله عليه، الدنيا سوق ربح فيها قوم وخسر فيها آخرون. الدنيا ماذا؟ سوق ربح فيها قوم وخسر آخرون. من الذي ربح؟ الربح هو الذي نمى رأس ماله. أحسنتم، نفس المرء خطاه إلى أجله، الذي استعمل هذا الزمان واستفاد من هذا الزمان ليكون على حسن الخاتمة، ليكون على حسن الأخلاق، ليكون على حسن الفعل، ليكون على حسن الصورة بين يدي الله عز وجل. هذا إنسان ماذا؟ هذا إنسان رابح. والخاسر هو ماذا؟ هو الذي يضيع عمره فيما لا يؤدي إلى تنمية رأس ماله. الله عز وجل أعطانا من الإمكانيات، أعطانا من القابليات التي تعتبر رأس مال الإنسان. يعني الروح هي رأس مال الإنسان، الذكاء هو رأس مال الإنسان، الإصرار هو رأس مال الإنسان، العزيمة هي رأس مال الإنسان. طيب، فإذا كان الإنسان لم يستفد من رأس المال هذا لينمي مقامه، ليرفع من شأنه، ليعلي من درجته عند الله، فهذا إنسان خاسر. ويتعاظم خسران هذا الإنسان إذا يضيع الفرص التي أتيحت أمامه. الله عز وجل قال لنا أن الإنسان إذا يعمل سيئة ستحسب له سيئة واحدة، ولكن الحسنة بكم؟ بعشر أمثالها. بمعنى أن الإنسان الذي يضيع اللحظة ويضيع ساعة ولم تصدر عنه حسنة في تلك الساعة، فهو في الحقيقة لم يضيع حسنة، وإنما ضيع كم من حسنة؟ ضيع 10 حسنات. فيتعاظم الخسران، فيتعاظم ويكبر هذا الخسران. إن الإنسان لفي خسر. رأس مال الإنسان، قيمة الإنسان هي هذه النفس، كما ورد في الذكر الحكيم، يعني كما ورد في كلمات أمير المؤمنين سلام الله عليه: ألا إنه ليس لأنفسكم ثمن إلا الجنة، إنه ليس لأنفسكم ثمن إلا الجنة،
ألا فلا تبيعوها إلا بها، يعني لا تبيعوا هذه النفس إلا بالجنة. لماذا؟ لأن هذه النفس رأس مالها، حقيقتها، ربحها لا يكون إلا الجنة، ومن رضي بما دون الجنة فهذا إنسان خاسر. فهذا إنسان ماذا؟ خاسر. هذه النفس رأس المال، هذا الحياة، إنه ليس لأنفسكم ثمن إلا الجنة. هذه النفس التي هي رأس مال الإنسان، من الذي اشتراها من الإنسان؟ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. الله عز وجل هو الذي اشترى هذه الأنفس، الله عز وجل هو الذي اشترى رأس مال الإنسان. فالإنسان يحاول أن يستغل الزمان ليقدم هذه النفس التي هي من أهم ما يكتسب الإنسان، بل هي أهم ما يكتسب الإنسان، يسعى أن يقدمها لله عز وجل. وإذا لم يقدمها لله فهذا إنسان ماذا؟ خاسر. هذا إنسان خسر الدنيا والآخرة. طيب، إن الإنسان لفي خسر. إذا كلمة الخسر، كلمة الخسران، تفيد ماذا؟ تفيد تضييع رأس المال. طيب، إن الإنسان لفي خسر. كلمة خسر هنا جاءت نكرة، خسر تفيد النكرة، ليست الخسران. إن الإنسان لفي خسر. النكرة عادة ما تفيد إما معنى التصغير أو معنى التعظيم. يعني مثلا عندما الإنسان يبحث على أمر ما ويسأل هل وجدت ذلك الأمر، يقول ما وجدت شيئا، يعني ما وجدت شيئا يذكر، يعني شيئا. التنكير، التنوين هنا، تنوين التنكير، هذه النكرة تفيد ماذا؟ أنه أمر عظيم. ولكن عندما الإنسان في بعض الأحيان يستعمل النكرة، يقالهم من رأيت؟ يقول رأيت رجلا. هذا التنكير يفيد ماذا؟ أنه ليس التعظيم، في قبال التعظيم ماذا؟ هو أمر ليس بكبير، أمر صغير. إذن فالتنوين، تنوين التنكير، إن الإنسان لفي خسر، يفيد كونه أمر صغير كما يفيد كونه ماذا؟ أمر كبير. إذا كان الخسران أمرا كبيرا، ما هو الأمر الكبير؟ الخسران الكبير هو ماذا؟ أن الإنسان تجرأ على حدود الله، أن الإنسان ضيع أمانة الله، أن الإنسان لم يستفد من هذه الإمكانيات كما أعطاه الله إياها وكما طلب منه الله عز وجل. إذن فهذا هو الخسران الكبير. لفي خسر، إن دل التنوين هنا، تنوين التنكير، هذه النكرة، إن دلت على العظمة فهي تدل على عظمته، على عظمة أن الإنسان تعدى على حرمات المعبود، حرمات الله عز وجل. وإن كانت تفيد التصغير بمعنى أن الإنسان وإن كان في خسر، إلا أن هذا الخسران الذي وصل إليه الإنسان هو صغير أمام ماذا؟ صغير أمام رحمة الله، لأن الله وسعت رحمته كل شيء، لأن الله شمل بلطفه كل موجود في هذا العالم. وعليكم السلام ورحمة الله. يعني إن كانت لفي خسر تفيد التصغير، فهذا يعني أن الإنسان لا يجب أن يستصغر ضياع رأس ماله، ولكن يجب أن يكون أمله في رحمة الله أكبر، أمله في غفران الله أعظم، وعلى هذا ستصغر هذه المعاصي. طيب، ولكن يبقى دائما خسران. لماذا؟ لأن هذا الإنسان قد حرم من خدمة المعبود، قد حرم من قرب المعشوق في تلك اللحظات عندما ضيع هذا العمر. إن الإنسان لفي خسر. طيب، التأكيد في هذه الآية أن ينتبه الإنسان لما وهبه الله إياه، أن ينتبه الإنسان لحقيقة رأس ماله، أن ينتبه الإنسان لعظمة المواهب وعظمة القابليات التي أودعها الله فينا،
والتي يجب أن نوظفها وأن نستعملها في ماذا؟ في الوصول لحقيقة العصر الذي بدأت به هذه السورة المباركة، للوصول إلى ماذا؟ إلى حقيقة العصر. وكما قلنا في الحصة الماضية أن المقصود بالعصر هو ماذا؟ هو عصارة وزبدة سير النبوات في التاريخ. هذه العصارة هي دولة المهدي، دولة خاتم الأولياء، دولة قائم آل محمد عجل الله تعالى فرجه الشريف. الخسران أن الإنسان لا يعرف ولا يدرك ولا يستوعب ولا يستحضر أنه يحمل قيما، يحمل قابليات لأن يكون من مؤسسي ذلك العصر، أن يكون من الذين يحضرون ذلك العصر، أن يكون من الذين يساهمون في إنشاء ذلك العصر. إذن فالإنسان إمكانياته التي أودعها الله فيه ليست فقط لتنجيه كفرد، لتنجيه كفرد، وإنما ليتمكن من خلالها من قيادة وهداية والمساهمة في إدخال كل البشرية في عصر دولة المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. وعلى هذا إذا لم يعرف الإنسان هذه الإمكانيات سيكون من الخاسرين، سيكون من الخاسرين. إن الإنسان لفي خسر. كلمة الإنسان هنا، الإنسان، لا تفيد بعض أفراد البشر، لأنها جاءت بألف لام، ما تسمى ألف لام الاستغراق، تفيد تجمع تشمل جميع أفراد البشر. الإنسان بطبيعته، الإنسان بمرتبة من ذاته خاسر بالضرورة. إن الإنسان لفي خسر. ما معنى إن الإنسان لفي خسر؟ يعني أن الإنسان توجد مرتبة في ذاته دائما في حالة نقص، دائما في حالة خسران. قلنا الخسران هو ماذا؟ هو ضياع رأس المال. رأس هذا الأمر، هذا البعد، هذه المرتبة في هذه الذات التي دائما تنتقل من الكمال إلى الأقل، ومن الأقل إلى النقص، ومن النقص إلى الضياع، هو الجانب المادي في الإنسان. إن الإنسان لفي هذا الجانب هو أمر مشترك بين الجميع، أمر مشترك بين الجميع، وجميع أفراد البشري جانبهم المادي، جانبهم الطبيعي، هذا الجانب المادي الطبيعي في نقص دائما. كل يوم يمر على الإنسان إلا ويقترب هذا الإنسان من أجله. كل لحظة تمر على الإنسان إلا ويكون هذا الإنسان أقرب إلى قبره، مهما كان هذا الإنسان من أهل الطاعات أو من أهل المعاصي. طيب، لكن عندنا في السورة استدراك استثناء إلا الذين آمنوا. ماذا يعني هذا؟ يعني أنه توجد مرتبة في الإنسان، إن الإنسان لفي خسر، توجد مرتبة في الإنسان هي حالة الخسران، ولكن بإضافة أمر آخر، بإنتاج عمل، بالتمسك بالإيمان، بالتواصي بالحق والصبر، يمكن للإنسان أن يفعل أبعادا أخرى في ذاته فينجو من الخسارة الجملية، فينجو من الخسران الشامل. ماذا يعني؟ الإنسان توجد فيه ثلاث أبعاد توجد في الإنسان، وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. توجد في الإنسان طبيعة، وتوجد في ذات الإنسان فوق الطبيعة توجد غريزة، وتوجد فوق الغريزة فطرة. إذن في الإنسان توجد فيه ثلاث مراتب. ما هي ثلاث مراتب؟ عندنا طبيعة، وعندنا ماذا؟ غريزة،
وعندنا فطرة. الطبيعة الجانب الطبيعي الجانب المادي، مثل هذا الجسم، هذا الجسم هو الجانب الطبيعي. هذا الجسم تتناقص قوته، تذبل طاقته يوما بعد آخر بالضرورة. طيب، يعني هذا الجسم، هذا الأمر الطبيعي، هذا الأمر المادي هو محكوم لقوانين المادة. يعني مثلا هذا الإنسان، هذا الإنسان إذا سقط من فوق سيسقط إلى تحت، محكوم لقانون الجاذبية. لماذا؟ لأن الجسم أمر طبيعي، سواء كان هذا الإنسان من أهل الإيمان أو لم يكن من أهل الإيمان، فهو محكوم لقانون الطبيعة. فهذه الطبيعة هي أمر من بين القوانين التي تحكم الطبيعة، هو الفناء، هو النقصان، الذبول. يعني كل إنسان، كل فرد منا مثلا يحاول أن يتذكر كيف كان قبل 5 سنوات، كيف كان قبل 10 سنوات. نسأل الله عز وجل أن يطيل أعمار الأخوات والإخوة في الخير والطاعة إن شاء الله. كيف كنت أنا قبل 10 سنوات؟ لعله كنت أشد عنفوان، أكثر قوة، أكثر حرص، أكثر حيوية، أكثر نشاط من هذه اللحظة التي أنا فيها الآن. هذه طبيعة المادة. وبعد 10 سنوات سأكون أضعف، إن كتب للإنسان عمر وبقية في هذا العالم. طيب، إذن فهذا الجانب الطبيعي أمر في خسران دائم، إن الإنسان في خسر. طيب، ولكن توجد في الإنسان فوق الطبيعة غريزة. ما هي الغريزة؟ هي احتياجات هذا الإنسان التي تساهم النفس في تلبيتها. يعني هناك مثلا احتياج للأكل، هناك احتياج لتلبية الغريزة، الشهوة. هذه الاحتياجات الغريزية هي فوق الجانب الطبيعي. لماذا؟ لأن للنفس مدخلية في التعامل معها. يعني النفس ليست لها مدخلية، إذا سقط الإنسان سيسقط على الأرض، لأن هذا الجسم خاضع لقانون الطبيعة. ولكن عند الأكل يمكن أن تتدخل النفس فتكبح جماح هذا الإنسان، ويصوم الإنسان في شهر رمضان مثلا. يمكن أن تتدخل النفس وتمنع هذا الإنسان من التلبية المحرمة لبعض غرائزه وشهواته. كذلك يمكن أن تتدخل النفس وتدفع هذا الإنسان نحو الحرص على الدنيا، نحو الطمع. تجده أكل، تجد بعض الأفراد يعني لا يحس بالجوع وهو يعيش لعله بعض مراتب الشبع، ولكن هذه النفس تصور له أنه في حالة جوع، فيدخل إلى النهم وإلى الطمع. إذن فالغريزة للنفس مدخلية فيها. وهنا إذا لم يعد للإنسان هذه الغريزة، نعم بارك الله فيكم، يعني النفس لها مدخلية، يعني الإنسان حر في هذه التصرفات. طبعا بحث التخيير والتسيير، بحث القضاء والقدر، بحث هل أن الإنسان مفوض أو مجبر، هذا بحث مهم وبحث عقائدي. طبعا الإنسان كما ورد عن الصادق سلام الله عليه عندما سئل هل هو يعني هل الإنسان تفويض أم جبر، فماذا كان جواب الإمام الصادق سلام الله عليه؟ لا جبر ولا تفويض، ولكن ماذا؟ أمر بين الأمرين. بمعنى أن الإنسان، واحد من معاني أمر من الأمرين، الإنسان له حرية في بعض سلوكياته ويتحمل مسؤوليتها. طيب، إذن قلنا أن هذا الجانب الغريزي هو محكوم للنفس، وإذا لم تكن النفس موافقة للمرتبة التي أعلى منها، التي هي ماذا؟ كانت الفطرة. إذا لم تكن النفس موافقة للمرتبة التي أعلى منها الفطرة، فإن هذا الإنسان سيعيش الخسران الشامل. ليس فقط بعد من أبعاده إن الإنسان لفي خسر، هذا البعد المادي سيكون في خسر، بل كل الإنسان بما هو فرد، بما هو نفس، بما هو روح، بما هو عقل، سيضمحل وسيفنى وسيهلك. ولكن إن كانت هذه النفس موافقة لمتطلبات الفطرة، فسيكون هذا الإنسان من الناجين، يدخل في ضمن إلا الذين، وتذكر السورة المباركة الأفعال التي تصدر عن الإنسان حتى ينجو الإنسان من هذا الهلاك.
كيف يمكن للإنسان أن يوافق، يجعل نفسه موافقة للفطرة، هذه الفطرة التي أودعها الله فينا، هذه الفطرة التي جعلها الله هي النور الحاضر في هذه الذات ويهدي هذه الذات إلى الحق، وهذه الفطرة هي التي تجعل هذا الإنسان باحث عن الحق بالضرورة. طيب، هذه الفطرة كيف يفعلها الإنسان في ذاته؟ إذا لم يفعل الإنسان هذه الفطرة في الذات، فإن هذه النفس ستحجب نور هذه الفطرة، وستمنع نور هذه الفطرة، وسيتحول الإنسان إلى وجود، ظلماني. ولكن إذا فعل الإنسان هذه الفطرة، فسيكون هذا الإنسان من الناجين. بأي شيء؟ بأفعال وسلوك تصدر عن هذا الإنسان. السورة بيّنت هذه الأفعال: إلا الذين آمنوا. الإيمان أمر ينتجه، يصدر، يقوم به، يأتيه الإنسان فعل. آمن، يؤمن. الفعل الأول هو فعل الإيمان، الفعل الثاني هو ماذا؟ الأعمال، الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الفعل الثالث هو ماذا؟ التواصي بالحق، التواصي بالصبر. أربعة أفعال تجعل من هذا الإنسان مفجرا لنور الفطرة في ذاته. الإيمان والعمل الصالح على مستوى الذات، التواصي بالحق والصبر على مستوى النظم الاجتماعي. التواصي بالحق ماذا يعني؟ أن نبحث، أن نتباحث، أن نتعلم ما هو الحق. التواصي بالحق يعني سلوك نهج المعرفة، السعي إلى مجالس العلم، التمحور حول الحق والحقانية في هذا العالم. طيب، هذا الحق عندما يعلمه الإنسان، عندما يعرفه الإنسان في جميع مجالات الحياة الإنسانية المادية والإيمانية، عندما يعلمه الإنسان يجب أن يصبر على تفعيله في واقعه. طيب، الذي يهمنا هنا هو ماذا؟ أن هذا الإنسان إذا ترك وطبيعته، إذا ترك وذاته المادية، سيكون من أهل الخسران. ما الذي يخرج الإنسان من هذا الخسران؟ هو الفعل، هو الفعل. آمن، آمنوا، عملوا الصالحات، تواصوا. الفعل هو الذي يعطي قيمة الإنسان، الفعل هو الذي يبين شأن ذلك الإنسان. ماذا يعني؟ يعني مثلا في مقام تربية الأطفال، في مقام التفاعل مع أبنائنا في مدارسهم، التلاميذ، لا يجب أن نعود التلميذ أنه بذكائه ناجح، أو نعود البنت أنها بجمالها ناجحة. هذه أمور كامنة، هذه أمور لا علاقة لها بقيمة الإنسان. قيمة الإنسان ماذا؟ آمنوا، عملوا، تواصوا. الفعل هو الذي يعطي قيمة الإنسان. إذا أردنا أن نعطي الثقة لأبنائنا في دراستهم، نقول لهم بمقدار ما تدرس بنفس ذلك المقدار ستنجح. طبعا مع مراعاة الأسلوب، أسلوب التحبيب وأسلوب الترغيب، وليس أسلوب التنفير كما مر بيانه في مجلس آخر. طيب، إذا عندما نعلم أبناءنا، نعلم أطفالنا أن قيمتهم الحقيقية في العمل وليست النتيجة طبعا، وليس للإنسان إلا ما سعى، عندها سيكون هذا التلميذ، سيكون هذا الطفل ماذا؟ متوازن، متأني، يعيش الصبر، يعيش الاعتدال النفسي، ويقبل على دروسه وواجباته بكل أريحية. لماذا؟ لأنه يعلم أنه إذا يدرس ينجح. والمهم هو العمل، انتقال الإنسان من تلك الطبيعة التي تعيش الخسران بالذات المادة إلى الفطرة التي هي ستنجي هذا الإنسان، يكون بالعمل، بالإيمان، بالعمل الصالح، بالتواصي الاجتماعي، بالحق أولا، لأن معرفة الحق، طلب العلم، المعرفة هي الأصل، ثم تأتي سائر مراتب السلوك. طيب، هنا يعني هذا الإنسان قيمته ماذا؟ في العمل، قيمته في الفعل، قيمة هذا الإنسان
أثر هذا الإنسان هو ماذا؟ هو هذا الفعل. طيب هذا الإنسان يجعل من هذا الفعل كاشفا لحقيقته. ما هي هذه الحقيقة؟ طيب نحن يعني سياق البحث بصدد التأمل في الآية الثانية من سورة العصر، إن الإنسان لفي خسر. هذه الآية الثانية قلنا تشير إلى طبيعة تعيش الخسران في ذاتها، في الذات الإنسانية الذي هو ذلك تلك المرتبة المادية، الطبيعة المادية. ولكن الاستثناء يبين أنه يمكن الإنسان بالإضافة إلى البعد المادي أن يفجر أبعادا أخرى، أن يفعل، يعمل، يظهر أبعادا أخرى في ذاته ترفع من قيمته وتجعله ذا شأن. العمل يحرك الفطرة الكامنة في الإنسان. ما هي غاية هذه الفطرة؟ غاية هذه الفطرة عندما يعيش الإنسان سلامة هذه الفطرة، عندما يكون الإنسان في بعده النفسي، في نفسه، في شهواته، في رغباته، في ميولاته، منسجما مع حقيقة هذه الفطرة، فعندها سيكون الإنسان من أهل ذلك العصر الذي أقسم الله به في بداية هذه السورة. ماذا قلنا نحن في بداية هذه السورة؟ قلنا أن الله عز وجل أقسم بحقيقة العصر. ما هو هذا العصر؟ قلنا هذا العصر هو عصارة الحق في التاريخ. وهذا العصر وعصارة عالم الإمكان هو حقيقة نور النبي الأعظم صلوات الله وسلامه عليه. نور النبي الأعظم الذي هو حاضر في زماننا من خلال شخص المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. فهذا النور هو عصارة ماذا؟ عالم ما سوى الله، عصارة عالم الخلقة. ولأن هذا النور هو عصارة زبدة عالم الإمكان، فما يرتبط به سيكون أيضا زبدة ما سواه، بمعنى أن الزمن الذي يرتبط بهذا الإنسان الكامل بنور النبي الأعظم بشخص المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، سيكون هذا الزمن هو عصر عصارة خلاصة زبدة كل التاريخ. صاحب العصر لماذا يسمى بصاحب العصر؟ لماذا يسمى بإمام العصر؟ لأنه ماذا؟ متصرف في حقيقة هذا العصر، متصرف في تفاصيل وحيثيات هذا العصر من باب الولاية التي أودعها الله إياه، وأيضا متصرف في عالم الزمان. إمام الزمان كما مر بيانه لا تعني إمام في الزمان، وإنما إمام يعمل إمامته على الزمان، إمام على الزمان، إمام العصر، إمام على العصر. إلى أين نريد أن نصل؟ طبعا قبل أن نقول إلى أين نريد أن نصل، إمامة على الزمان ومسألة الزمان ستأتي معنا في بعض حصص الليالي الفاطمية بعد ليلة أو ليلتين، سنرجع إلى مسألة الزمان إن شاء الله. طيب إلى أين نريد أن نصل عندما نقول أن إمام العصر متصرف في حقيقة العصر؟ نريد أن نصل أنه يوجد منطق عند أهل الضلال ومنطق عند أهل الإيمان. منطق أهل الإيمان هو منطق إمامهم المتصرف في الزمان. منطق أهل الضلال هو ماذا؟ وما يهلكنا إلا الدهر. ما هو المنطق؟ ما يهلكنا إلا الدهر. أهل الضلال يقولون إن الزمن متصرف فينا يهلكنا. أهل الإيمان يقولون نحن تبعا لإمامنا، نحن أعلى من الزمان. انتباه المرء لفطرته. نعم، صاحب العصر والزمان يعني المتصرف في العصر، المتصرف في الزمان، ليس فقط متصرف في الأحداث الواقعة في الزمان، بل حاكم على الزمان. طيب أهل الإيمان
أهل الإيمان تبعا لإمام زمانهم ستكون لهم الحاكمية على الزمان. وإذا لم يكن أهل الإيمان أصحاب تحكم في الزمان فسيكونون ماذا؟ فسيكونون خاضعين لمنطق ماذا؟ وما يهلكنا إلا الدهر. سورة العصر عندما أشارت إلى خسران بعد من أبعاد الإنسان الذي هو البعد المادي الفاني بالضرورة، ولكن يوجد الاستثناء، يعني يوجد بعد آخر عندما نفعله في هذه الذات ستنجو هذه الذات من الخسران، وسينتج تبعا لذلك حتى البعد المادي من ذلك الخسران المادي. توجد في الإنسان بعد، يوجد في الإنسان بعد مادي ويوجد في الإنسان بعد معنوي، الفطرة تمثل هذا البعد المعنوي. السؤال هنا، هل أن البعد المادي خاضع للزمان؟ طبعا الجواب نعم بالضرورة، ولكن هل البعد المعنوي، البعد الروحاني، بعد الفطرة هل هو خاضع للزمان؟ لا، الروح ليست بأمر مادي، هي مجردة عن الزمان والمكان، فهي أعلى من الزمان. فيوجد في الإنسان بعد ممكن أن نسميه الفطرة يتجلى في حقيقة الروح. هذه الفطرة هي أمر فوق الزمان، أمر ماذا؟ أمر فوق الزمان، أعلى من الزمان، أرقى من الزمان. المؤمن عندما يعرف كيف يسافر من عالم جسمه المادي إلى عالم روحانيته سيكون بمجموعه فوق الزمان، وإذا كان فوق الزمان ستصبح ذا مرتبة من مراتب التصرف في الزمان، وعلى هذا سيكون من أهل أولئك العصر، من أهل ذلك العصر الذين إمامهم إمام الزمان، إمامهم متحكم في العصر والزمان، وليس من بين أولئك الذين قالوا وما يهلكنا إلا الدهر. يعني الإنسان عندما ينتبه إلى بعده الروحاني سيكون فعله غير خاضع للأمر المادي وينتهي بانتهاء الزمان المادي، بل سيكون فعله ماذا؟ مستمرا دائما. نتذكر مع بعض زيارتنا لسيد الشهداء، ماذا نقول في بعض كلمات تلك الزيارة؟ عليك مني ماذا؟ سلام الله. وصلوا الزيارة؟ عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ما معنى عليك مني سلام الله أبدا؟ كيف يمكن للإنسان المحدود، كيف يمكن للإنسان الخاضع للزمان، كيف يمكن للإنسان الذي يعيش الانصرام في بعده المادي، بعده المادي يعيش الخسران، كما قلنا في بداية هذا الدرس الخسران يعني ضياع رأس المال، رأس مال هذا الإنسان هو العمر الذي أعطاه الله إياه، فالإنسان في خسر لأن هذا العمر كل يوم من ينقص، فكيف ننقذ أنفسنا من هذا الخسران؟ كيف ننقذ أنفسنا من تناقص الأعمار وندخل في إطار ذلك الفعل الأبدي عليك مني سلام الله أبدا، ندخل في سياق ذلك الفعل الأبدي عندما نترفع على بعدنا المادي الخاسر بالضرورة وننتبه إلى بعدنا ماذا؟ إلى البعد الفطري، إلى البعد الروحاني. وعندما ننقل أعمالنا من هذا الجسم المتناهي في عالم الزمان، ننقل الأعمال إلى عالم الروح الباقية ببقاء أو المتعالية على الزمان والمكان، فهي الباقية والدائمة والأبدية. عندما ننقل الأعمال إلى ذلك العالم، إلى عالم أرواحنا، ستبقى أرواحنا فوق الزمان وفوق العصر، وعندها ستكون هذه الروح من أهل ذلك العصر الذي أقسم الله به في بداية هذه السورة المباركة. إذن
إن الإنسان لفي خسر، طبيعة خاسرة في الذات تخسر رأس مالها. رأس مالها هو ماذا؟ هو العمر، هو الزمان. كيف ننقذ رأس المال هذا؟ بالانتباه إلى البعد الروحاني، وعندما ننتبه إلى البعد الدائم سيخضع له الجسم بالضرورة، سيخضع له الجسم بالضرورة، طبعا سيخضع له الجسم بالضرورة. هنا تفصيل كبير، فقط نشير إلى الإسراء والمعراج لخاتم الأنبياء أبي القاسم محمد صلوات الله وسلامه عليه وآله. سبحان الذي أسرى بعبده. الإسراء والمعراج تم بروح النبي وجسم النبي، العبد تشمل كل أبعاد النبي صلوات الله وسلامه عليه. جسم النبي لأن روح النبي هي نفخة من الله عز وجل، لأن روح النبي هي روح الله الأعظم في هذا العالم، ولأن روح النبي هي أكمل موجود في عالم ما سوى الله، فلذلك كان هذا الجسم جسم النبي الطاهر، كان هذا الجسم الطاهر النبي تابعا لروح النبي، وتخطى في ليلة المعراج عالم الزمان والمكان. الجسم بذاته خاضع للزمان والمكان، لكن عندما أخذته هذه الروح العظيمة اخترقت به حدود الزمان والمكان. أجسام أهل الإيمان، أجسام أهل الولاية، أفراد شيعة أمير المؤمنين الذين يسعون أن يكونوا من مؤسسي ذلك العصر الذي أقسم الله به في بداية هذه السورة. أولى الأوائل الانتباه إلى البعد الخاسر بالضرورة الذي هو الجانب المادي، والانتباه إلى أن الإنسان يمكنه الخروج من هذا الخسران. السورة المباركة تقول إلا الذين، يعني يمكن الإنسان ينجو من هذه الخسارة. كيف ينجو من هذه الخسارة؟ عندما يفعل الجانب الروحاني ويجعله متحكما في بعده المادي، عندها سيكون هذا الإنسان فعله فعلا فوق الزمان، فعله فعلا أبديا، باقيا ما بقي هذا العالم، وسيكون فعل هذا الإنسان داخلا ضمن ومن جاء بالحسنة. يعني هذا الفعل الذي يصدر الإنسان سيجيء مع هذا الإنسان إلى يوم القيامة بين يدي الله. هذه الحسنة التي تصدر عن الإنسان لن تنتهي في عالم المادة في عالم الزمان، بل هي حسنة فوق الزمان. لماذا؟ لأن منشأها فعل إنساني تعالى عن سفاسف المادة ورفع من بعده المادي ليكون تابعا للروح المتعالية على الزمان، فتكون حسنة ماذا؟ فوق الزمان، وتأتي مع هذا الإنسان يوم القيامة. إن الإنسان لفي خسر، يعني إن الإنسان عليه أن ينتبه وينقذ نفسه حتى لا يمنع من الظهور، حتى لا يمنع من الحضور في ذلك العصر الذي أقسم الله به في بدء هذه السورة المباركة. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. كيف يمكن للإنسان أن يفعل بعده الروحاني؟ كيف يمكن للإنسان أن يجرد ذاته المادية ويجعلها متعالية على الزمان، ويجعل فعلها دائما عليك مني سلام الله أبدا؟ كيف يمكن لهذا الإنسان بالعمل بالنتيجة بالفعل الذي يصدره هذا الإنسان الخاضع لهذه الأركان الأربعة؟ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فعل الإيمان، فعل العمل الصالح، فعل التواصي بالحق، فعل التواصي بالصبر، وفهم هذه الأركان الأربعة ضمن محورية ذلك العصر، وفي إطار وصول هذا الإنسان لحقيقة ذلك العصر، عندها يمكننا أن نفهم كيف يمكن أن نحقق هذه الأركان الأربعة في واقعنا. وهذا هو بحثنا إن شاء الله في الحصة القادمة من تفسير سورة العصر والتأمل في مفرداتها وكلماتها. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا إلى ما فيه الخير ويرضاه، إلى أرواح الأولياء والعلماء والشهداء،
وعلانيتي شفاء مرضى المؤمنين والمؤمنات، وشفاء جميع أفراد الإنسانية من هذا الوباء والبلاء. نهدي جميعا ثواب الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. تقبل الله أعمالنا وأعمالكم وطاعاتنا وطاعاتكم. إن شاء الله الليالي القادمة هي ليالي إحياء أمر فاطمة الزهراء سلام الله عليها، وستكون لنا وقفات بإذن الله مع الرواية المباركة التي مفادها أن الصديقة الطاهرة، أن فاطمة الزهراء هي الصديقة الكبرى، وعلى معرفتها دارت القرون الأولى. نسأل الله عز وجل التوفيق، ولا تنسونا في صالح دعواتكم، ودمتم في رعاية الله وحفظه. في أمان الله.